سيارة موديل جديد كويس؟ ما شاء الله خلاص كويس؟ رزق وجالها الحد عندها، أكتر بائعة شاي محظوظة في العالم. الصدفة جمعتها مع الوليد بن طلال، واحد من أغنى رجال العالم، واللي عمله رجل الأعمال هيغير حياتها 180 درجة. إيه اللي حصل بالظبط بين الوليد بن طلال وسيدة بائعة الشاي؟ إزاي هيغير حياتها 180 درجة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الصدفة جمعتهم، ربنا أراد، وكان اللقاء بين رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال وسيدة سعودية تعمل في بيع الشاي والقهوة في شوارع المملكة. سبوبة شغل بتزيد من خلالها دخلها، وهي بتفك عن نفسها شوية وتتواجد في الشارع وقت الراحة بالليل. الشيخ الوليد بن طلال بكل بساطة كان نازل يتمشى في الشارع هو والحرس والعمال المرافقين ليه، نازل يشم شوية هوا حلوين في الشارع في المملكة، وبالمرة يعمل شوية رياضة عن طريق العجلة الرياضية بتاعته، بيفك رجله يعني وكده زي ما بنقول في مصر. المهم إن الشيخ وليد ابن طلال وهو ماشي لقى واحدة واقفة بعربية شاي وقهوة صغيرة على جنب الطريق. حظها ورزقها انه كان محتاج يشرب شوية قهوة يعدلوا مزاجه ويدوله شوية نشاط وحيوية يخلوه يعرف يكمل بقية الجولة اللي واخدها. راح الشيخ الوليد بن طلال والفريق اللي معه على السيدة وطلبوا قهوة. اكتشف الوليد بن طلال ان السيدة دي طلعت بتعمل احسن قهوة في المنطقة كلها، قهوة مظبوطة مفيش حد بيعرف يعمل واحدة زيها في المنطقة خالص، ده على الوصف اللي اتقال يعني، ويمكن برضه يكون ربنا حل القهوة معاه علشان يكون ليها رزق مع الوليد بن طلال. بعد اللي حصلوا من اول بقى قهوه داقوا، الوليد بن طلال قرر انه يكافئ السيده دي ويديها اللي هي عايزاه. سالها طلبها وهو عليه ينفذ، قالت له على عربيه احدث موديل، هو ما كان عليه غير انه طلب من العمال اللي معاه المرافقين ليه يعني انهم يسجلوا اسم السيده دي بتاعه القهوه ورقم تليفونها، وقال لها انها خلاص ربنا رزقها بعربيه احدث موديل، وعدها ان العمال اللي معاها هيجيبوا لها العربيه وخلاص تعمل حسابها ان هيكون معاها عربيه جديده احدث موديل. خلاص الامر علم وينفذ في الحال. اتضح بعد كده ان الوليد بن طلال متعود ان كل فتره والتانيه يخرج في جوله زي كده على الدراجه الهوائيه بتاعته مع مرافقيه، يتوقف بين الفتره والتانيه مع بعض الناس في الشارع لو اكتشفوا هويته، يتصور معاهم صوره تذكاريه وبعض احاديث التعارف العابره. ده طبعا بيكون فرصه حلوه للي بيقابلهم انهم يستفيدوا منه بما انه من اغنى رجال العالم، هو كمان محب للخير بشكل كبير جدا. الحلو في الموضوع بقى ان الوليد بن طلال ما ذكرش مكان السيده فين بالظبط في المملكه العربيه السعوديه، ولا حتى لمح لمكانها، وده يديها الامان اكتر وكمان يخلي غيرها يتشجع ويشتغل اكتر، يمكن ينولوا فرصه ان الوليد بن طلال يعدي عليهم ويستفيدوا من الخير اللي هو بيعمله. في النهايه بقى انتم ايه رايكم في اللي عمله رجل اعمال الوليد بن طلال مع السيده بائعه الشاي؟ وايه رايكم عموما في الخير اللي بيعمله مع الكل؟ شاركوني برايكم في التعليقات.